مزيد من التعليق بشأن هذا الموضوع معنا هاتفيا من اسطنبول كاتب والباحث السياسي السيد حسين السبعوي. مرحبا بك أستاذ حسين. إذن من المنتظر أن تعقد غدا جلسة لمجلس النواب لإكمال الحقائب الوزارية الشاغرة، هل تعتقد أن هذه الجلسة أستاذ حسين ستشهد حلا للأزمة؟ يعني تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. أنا لا أعتقد أنه ستكون حلا للأزمة، لأنه أزمة العراق ليس فقط الوزارات الشاغرة وستنتهي أزمة العراق، هي الأزمة مستمرة ومستديمة. لكن علينا أن ندرك أن عدم إكمال الكابينة الوزارية ليس خلافا على مشروعا وطنيا، بل هو خلافا بين كتل وأشخاص وزعامات لمكاسب شخصية. هذا هو سبب تأخير عدم إكمال الكابينة الوزارية. هذا الذي يجب أن يفهمه المشاهد العراقي، على أنه الخلاف ليس على مشروع وطني بين مشروعين فيهما خلاف تكتيكي، وإنما الأصل هو خلاف بين زعامات ومكاسب شخصية وحزبية. هذا الذي أوصل الكابينة الوزارية لعدم اكتمالها ونحن في العام الثاني من الانتخابات. نعم، ولكن مع حديث عن توافقات بين الكتل والأحزاب، إلا أن هناك من يرى أن هذه الخلافات على الحقائب الشاغرة يعني لم يحصل بعد توافق عليها. لماذا برأيك البرلمان حتى الآن لم يتوافق على المرشحين لهذه الوزارات؟ هو الوحيدة في هذه الدورة البرلمان إلى حد ما أقوى حتى من الحكومة، لأن حكومة عبد المهدي هي من أضعف الحكومات التي جاءت إلى العراق بعد 2003. السبب لأنه الخلاف هو داخل المكون الشيعي، داخل الائتلاف الشيعي. فسابقا كانت الحكومات في عهد المالكي ومن سبقه الجعفري وغيره، كانت هناك كتلة شيعية واحدة، فلا يوجد خلاف بينهما، وخصوصا في قضايا الوزارات. اليوم عادل عبد المهدي من أضعف الكتل الشيعية، هي التي رشحته ويعتبر محسوب على المجلس الأعلى الذي لا يمتلك 15 مقعد في البرلمان. بالتالي البرلمان يبقى في هذه الدورة يستطيع أن يناور ويعيق تشكيل الحكومة، ولكن أيضا أعيد على أنه ليس لسبب مشروع وطني، وإنما لسبب خلافات شخصية وحزبية ومصالح شخصية. هذه الخلافات والمصالح الشخصية، الآن المرشحون على الوزارات الثلاث المختلف عليها من ضمنهم سليم الجبوري، ما حظوظه لقبول الكتل السياسية لمنح حقيبة الدفاع؟ يعني أنا أعتقد أولا أنه وزارة الدفاع أفرغت من محتواها السيادي، لازم نركز على هذه. سبب إفراغ هذه الوزارة أنه سيد نور المالكي عندما شكل قيادات العمليات وارتبطت قيادات العمليات بمنصب بموقع رئيس مجلس الوزراء، هنا افرغت وزاره الدفاع من محتواها السيادي، فبقيت هي وزاره اسمها وزاره الدوله. انا لا افهم لماذا هذا الخلاف الكبير على هذه الوزاره، بينما على خلاف وزاره الداخليه التي بقيت جميع مؤسساتها مرتبطه بمعالي وزير الداخليه. انا اعتقد انه ايا كان مهما يكون، وان كانت هي من حصه النواب السنه، لكن أي سني سيكون في وزارة الدفاع ما هو إلا أن يكون بمنصب وزير دولة لا يقدم ولا يؤخر من الشأن العسكري والأمني في الساحة العراقية. الثقل في وزارة الداخلية، هناك محاولات استبعاد فالح الفياض من هذه الحقيبة، هل تعتقد أن الفياض المدعوم يمكن أن يستبعد؟ ثم إلى أي مدى ترى استقلالية القرار في اختيار الحكومة هذا؟ أنا لا أعتقد هناك استقلالية في القرار. أنا ما زلت أؤكد على أن هناك عاملا خارجيا سيحسم الخلاف العراقي، سواء كان أمريكيا أم كان إيرانيا. هذا الخلاف هو الذي يحسم تشكيلة الحكومة. ولكن أيضا وزارة الداخلية سواء كان السيد فالح الفياض أم غيره، هي تعاني أيضا من أزمة داخلية كبيرة. الوضع الأمني في العراق لا تستطيع أي وزارة ضبطه، لأن هناك ميليشيات منفلتة وحمل سلاح خارج القانون وخارج الدستور، فمن يستطيع أن يوقف هذه؟ لا السيد فرح الفياض ولا غيره يستطيع أن يضبط الأمن إن لم تكن قادة الحرب هم الذين أن يحلوا ميليشياتهم ويزج هؤلاء في وزارات الدفاع والداخلية، ومن ثم تنتهي هذه. هذه القضية لا تنتهي لنا في العراق، لأن حتى لو في المرحلة الأولى عندما سكرت الميليشيات وضمت إلى الجيش وشكل منها الداخلية والدفاع، فسكرت ميليشيات أخرى، وهكذا حتى لو ضمت هذه الميليشيات ستشكل ميليشيات أخرى. نحن نعيش في دوامة في المؤسسة الأمنية في العراق، لأن المؤسسة الأمنية يجب أن تكون مركزية، تكون مهنية، بعيدة عن الطائفية، بعيدة عن الحزبية. هذه الأربعة غير موجودة في مؤسساتنا الأمنية. السيد حسين السبعوي، شكرا جزيلا لك من اسطنبول، كاتب والباحث السياسي.